السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله بإذن الله جيت نشارك معكم الوصفة ديال البيتزا أو طريقتي في تحضير البيتزا. بالحق البيتزا اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو كنصايبوها بلا كريم فريش، لاصوص بيضاء، ماشي ما كنحتاجوش فيها مطيشة نهائيا، عكس البيتزا اللي كنصايبو بالطون أو لا بالدجاج وهي فيها لاصوص طوماط. لا، هذه ماشي بلاصوص طوماط، هذه بلاصوص بلانش، لاصوص بلانش اللي هي القشدة الطرية. المهم تبعوا معايا في الفيديو وغتشوفوا كل مرحلة وكيفاش كنديروا ليها. بالنسبة لطريقتي في العجين ديال البيتزا، فهاد الطريقة هذه اللي غندير والمقادير اللي غندير، فهي كتجي بيتزا ناجحة 100% وكتجي رقيقة وزوينة. كنصحكم انكم تتبعوها. فغادي نبداو الفيديو بسم الله. اول حاجة غنبداو بها هي شنو هما المقادير اللي كنحتاجو في هاد الوصفة. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاجو هاد الوصفة، كنحتاجو بصلة كبيرة مشلضة، كنحتاجو كذلك جوج فلفلات مشلضين تاهما، كنحتاجو القشدة الطارية، اللي ما عندوش القشدة الطارية يمكن ليه يعوضها بدانون مسوس. كنحتاجو هنا صدر ديال الدجاج مقطع حتى هو بتي مورسو حتى هو، الزيت النباتية، كنحتاجو تقريبا 3 د المعالق كبار ديال الزبدة، فلفلة قطعتها هكا دواور باش غنحتاجها للتزيين في الاخر، عندي كذلك الفرماج الاحمر الموتزاريلا. انا اختاريت انني ندير الموتزاريلا، البيتزا كيجي فيها الموتزاريلا مزيان، الا كان عندكم غير الفرماج الاحمر العادي تقدروا ديروه. عندي هنا واحد كيغياتا هي غنحتاجها، عندي الزيتون الاخضر مقطع دويورات، عندي كذلك بالنسبه للتوابل عندي الربيع، عندي الزعتر، عندي الملحه، البزار، شويه ديال السكنجبير وشويه ديال الزعفران. وبالنسبه للعجين عندي طحين، طحين رطب، طحين فورس رطبه. مهم اول حاجه غادي نبداو بها هي غنديروا هاد الحشوه ديال البيتزا او الخليط ديال البيتزا يطيب، ومن بعد عاد نعجنوا العجينه ديالنا. فندوزوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه غادي نجيب المقله ديالي فين غادي نقلي او لا غنشحر داكشي ديالي، غادي نوضع عليها الزيت النباتيه، غادي ندير عليها اول حاجه غنديروا عليها البصله، البصله غادي نضيف عليها شويه الملحه وشويه البزار باش كتهبط ليا دغيا، وغادي نشعل عليها. من بعد فاش غتبدا طيح ليا البصله اولا بدا طيب ليا البصله، عاد غنضيف عليها فلفله. فهنايا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غنعجنوا العجين ديالنا ديال البيتزا. فصافي دابا انا البوطه راني درت فيها البصله، على ما تنزل لي البصله غنضيف عليها فلفله، على ما تطيب البصله غادي ندوز نعجن العجين ديالي باش يرتاح ونكمل الباقي. فهانتوما معايا وغتلاحظوا كل مرحله وكيفاش كنديروا ليها. بالنسبه للعجين قلنا كاين طحين رطب، غادي نضيف عليه شويه ديال الملحه، غنضيف عليه كذلك شويه ديال البزار. هاد الطريقه هذه ديال العجينه زوينه بزاف، كاع الناس اللي كيدوقوها عندي كتعجبهم، وبزاف ديال المتتبعين كيكتبوا ليا في لي كومونتير انني نحضر لهم البيتزا، فانا اختاريت انني ندير البيتزا بلاصوص بلانش. فهنايا في هاد السوبيره هادي دايره الطحين، دايره الملحه، دايره البزار، ودايره كذلك الزعتر، كنحطوه بين يدينا بحال هكا باش ما كيبقاش كبير، وكنخلط هاد المقادير مع بعضها بحال هكا. من بعد كنعبر بالمعلقه الكبيره، هنا كندير تقريبا 3 د المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، وهنا كندير جوج معالق كبار ديال الزبده، جوج معالق كبار الزبده. هاد الزبده هادي غنخليها باش نضيفها على الحشوه اللي كطيب ليا دابا.
من بعد ما درت هذا الشيء فانا كنبدا نخدم هذا الشيء بيدي، كنخدمو مزيان مع بعضو. هانتوما شوفوا كل خليط ديالي كي كيجي كيولي بحال مرمل، ماشي الصراحه ماشي بحال مرمل فعلا، فهو راه مرمل. كنجيب هنايا الماء المدافي، فانا ديجا عندي المدافي. البيتزا ما كنعجنوهاش بالماء سخون غير المدافي، فانا شعلت عليه قبيله وكنبقاو نديروا الماء وكنعجنوا. الطريقه هذه اللي كندير انايا العجين ديالي ديال البيتزا فهي كتجي زوينه بزاف، واللي دقها عندي كيطلب مني نعطيه المقادير ديال العجين اللي كندير في البيتزا. بزاف الناس كيديروا البيض، كاين اللي كيعجنها بالحليب، كاين اللي كيدير الياغورت الطبيعي. فانتوما شنو شنو كندير؟ غير الطحين، المدافي، الزيت العاديه النباتيه، الزبده، ملحه، ابزار، والزعفر، وعفوا الزعتر، وكتجي زوينه ومرطبه ورقيقه وكتجي هشه وزوينه. فانا كيف ما وعدت المتابعين ديالي اللي كيتفرجوا فيا اللي هما كيتابعوا القناه ديالي، وعدتهم انني غندير لهم البيتزا. فهذه هي الحلقه الاولى ديال البيتزا، اختاريت انني نديرها بصوص بلونش، فباقي جايين حلقات كثارين ديال البيتزا. غادي نديرها بصوص فروماج، صوص بلونش، صوص طوماط. مهم الحلقه الاولى اختاريت انني نديرها بصوص بلونش، باقي جايين حلقات اخرين فين غادي ندير بيتزا بنوع اخر وبمقادير اخرين. انا غادي نقسمها حيت انا غادي ندير جوج بيتزا صغار بحال هكا، وغادي نلويها في السلوفان. غادي ندير كل وحده بوحدها، وغنوضعها جانبا باش ترتاح. من بعد ما بدات تطيب لينا البصله كنجيبو ديك الزبده كنديروها حتى هي عليها، كيجي المذاق ديال الزبده زوين مع البصله والفلفله. غادي ندير كذلك في الفلفل الاخضر، وكنخلطو مزيان. وهنا كندير التوابل اللي عندي، ملحه، بزار، سكينجبير، الزعفران، ربيع، والزعتر اللي بقى ليا هنا حتى كنديرو من الفوق.
هنايا البصله والفلفله ديالي ها هي طابت، غير نخليها كتنشف من داك الماء، ما خاصش يبقى فيها الماء نهائيا. دابا من بعد ما طابت غادي نزولوها ونحطوها في طبصيل وغادي نطيبو لدان ديالنا. هنا غنطيب النيت في نفس المقله، ماشي مشكل تبقى لي البقايا ديال البصله والفلفله، ماشي مشكل. زيت النباتيه وغادي ندير لدان وغادي نشحرو هنايا. من بعد ما بدا كيطيب لينا لدان ديالنا غنجيبو لا كريم فريش، غادي نديرو معلقه كبيره، معلقه كبيره عامره، والباقي ديال لا كريم فريش غنخليوه باش غادي ندهنو به العجين. النص كنديرو على لدان فاش كيطيب، والنص الاخر كنخليوه باش كندهنو لافات ديالنا ديال العجين بالبيتزا. فانا قلت لكم اللي ما عندوش لا كريم فريش يقدر يعوضو بدانون. من بعد هنا كنجيب كيغية وكنخلطها مع هاد الخليط. من بعد كنخليو نجهدو شويه حتى ديك لا كريم فريش ديالنا كيشرب هاد الصدر ديال الدجاج ديالنا كيشربها. صدر الدجاج ديالنا شرب لينا كاع ديك لا كريم فريش، كنطفيو عليه وكنخليوه جانبا. فحنا دابا غندوزو للمرحله الثالثه. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه ديالنا، فهنا دابا اليوم حنا دابا هنا غنبداو نخدموها. It's all, it's all, it's all.
انايا هنايا ما كنحتاج لا طحين لا والو باش كنطلق العجينه ديال البيتزا ديالي. حيت العجينه كتجي متماسكه وما كتجيش العجينه جاريه. هانتوما نقدر نشكل بها كيف ما بغيت. جبت الدلاك ديالي غير باش يعاونني، اما الباقي راني غادي نصايبو بيدي حيت غندير العجينه غير صغيره، يعني ما نحتاجش الدلاك، غير عاونت به راسي. غادي نجيب اللاطة فاش غنطيبها. اللاطة غندهنها بشوية الزيت، غير شوية. غادي نكمل الدائرة ديالي. فبالتالي هانا حصلت على الدائرة ديال البيتزا. غادي نجيب باش غادي نتقبها، ما خصهاش تنفخ ليا نهائيا. نتقبها كاملة، الجوانب تاهما كاملين. باش كنحتفظ بداك السمك اللي فيها. دابا غادي ندخلها الفران وغادي نشعل عليها، غنطيبها نص طيبه، من بعد غنكملوا المراحل ديالنا. غادي نجيبوا العجينه الثانيه. هذا السلوفان هذا كيساعد لان العجينه كتسلق. من بعد ما طابت لينا العجين ديالنا نص طيبه، كنجيو هنايا الطريقه باش كنحمروا البيتزا، باش كنعمروا البيتزا عفوا. اول حاجه كنديرو كنجيبو لا كريم فريش ديالنا وكندهنوا لاباط. كندهنوها بحال هكا على هذا الشكل، ما كنخافوش من داك الماء اللي كطلق لينا. كتشربوا لاباط من موراها. كنجيبوا البصله، انا كنفضل انني ندير بيدي باش كن الجوانب كاملين كندير فيهم.
كتجي زوينه بزاف حسن من مطيشه الصراحه. ديك لاباط ديالنا كتشرب ديك لا كريم فريش كتجي غزاله. فاش كنصايب في يدي فانا كنتحكم في الحاجه الصراحه على انني نصايب بالمعلقه. صراحه ماشي غير للتزيين فقط فهو حتى المذاق. هاد الفلفله هادي فاش كنخليوها بحال هكا فاش كنطلعوا الفرماج يتحمر اولا يذوب فهاد الفلفله هادي كتغاتينا لينا وكتعطي واحد المذاق زوين بحال كتعطي واحد المذاق ديال القرمشه في البيتزا. من بعد ما ساليت المكونات كاملين نجيب الزعتر اللي ديجا حكيته كنضيفو بحال هكا. من بعد كندخل البيتزا ديالي للفرن. من بعد ما طابت لي البيتزا ديالي
هانتوما شوفوها كيفاش كتجي. انا قسم معكم واحد المورسو،